شو هذا الزبال الجديد تبع حارتنا؟ ايه هذا هو. شو اسمه؟ ابو قاعون. ايوه بس مبين عليه هيئة الجدبة بيخضوا علاته. شو نحن بدنا نصهره؟ المهم ينظف الحارة من تمساكي. مزبوط اخي، هذا ابو جودة بيسوى متليك مصبي. يعني ما كان في داعي تحكي هيك انت ومعتز مع ابو جودة. يا ابو حاتم بده ياخذ على خاطره منكم. يا سيدي ياخذ على خاطره، شيل الله يا خاطره، ما عاد فيني اتحمله منه. الحمد لله على السلامة يا عمي. شو بقيمة البلدية متحنني علينا وبعثت لنا زبال جديد؟ ايه ليكو هداك هو. شرفوا شرفوا عليها بديبو.